فخور جدا بالتواجد مع الاخر والمنتخبين ديال هاد الجهات الجنوبيه الحبيبه. فخور جدا كذلك لان كنعتزوا بهذا التلاحم اللي كاين واللي كيبرهنوا عليه اليوم هذا الوجود القوي ديال هذه الاخر اللي جات من جميع انحاء المملكه كبرلمانيين كمنتخبين كمسؤولين سياسيين وكذلك الوجود ديال الممثلين ديال هذه الساكنه ديال هذه المنطقه الجنوبيه الغاليه. فاذا لا ضروره لتكرار ما قيل، لا ننخرط تماما وكليا فيما جاء في التدخلات ديال الزملاء ديالنا، وننخرط كذلك في البيان الذي سيختم هذا اللقاء المبارك، ونعتز بما يجرى في هذه المنطقه من تنميه، من تطور، من برامج هيكليه تنمويه اللي كتخدم المناطق ديال المصالح ديال المنطقه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.